هل قام سور الصين العظيم بالفعل بإبعاد الغزاة؟ يمتد سور الصين آلاف الأميال، وهو حاجز هائل أمام قوات العدو. ومع ذلك، فإن سور الصين العظيم إنجاز هندسي وشهادة على الثروة وقوة الإرادة المطلقة لحكام الصين التاريخيين. يعتقد العلماء أن الهدف النهائي للجدار الذي تم بناؤه في الأصل ليس فقط للدفاع ضد القبائل المنغولية البدوية، ولكن أيضاً ضد الفصائل الصينية الأخرى، وتجاوز الهدف من بناء الجدار حدود الدفاع ليشمل وظائف غير عسكرية مثل تشجيع التجارة. كان الهدف الرئيسي لبناء الجدار العظيم هو الدفاع، إذ واجهت الإمبراطورية الصينية تهديداً شبه دائم بالهجوم من القبائل البدوية في الشمال. لكن سور الصين العظيم لم يكن دائماً فعالاً بحسب مجلة ديسكفر، فمثلاً لم يواجه جنكيز خان وجيوشه أي مشكلة في غزو الأراضي الصينية، كما لم تواجه قبائل أخرى مختلفة من الشمال صعوبة في الغزو. تمكن التانغوت في عام 1002 من عبور الجدار بسهولة عن طريق ملء الخنادق بطول الجدار، عندما لاحظوا أن حراس سلالة سونغ لم ينتبهوا لذلك. وذكرت مجلة ديسكفر بأنه في عام 1644 تعرضت سلالة مينغ للخيانة بعد تعرضها لغزو قوات المانشو من قبل جنرال مرتد، والذي سمح ببساطة لجيش العدو بالدخول من خلال بوابة من بوابات السور العظيم. وقال العلماء بحسب موقع ديسكفر بأن السور عزز الشبكات التجارية مثل طريق الحرير، إضافة لدوره في حماية المستوطنين الذين يتنقلون من قلب إمبراطورية الصين إلى الخارج، ومنع المهاجرين من دخول الصين عبر سورها الذي لم يخلو من الثغرات والاختراق بحسب مجلة ديسكفر.